يسأل عن قوله تعالى: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذه الآية تتضمن وعدا من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بأن الله سينصره وسيكون معه، من مثل قوله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وقوله: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وقوله: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فهذا خطاب من الله تعالى يوجه إلى أولئك المعادين والمبغضين والذين يقفون في وجه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ويظنون أن الله تعالى لن ينصر نبيه صلى الله عليه وسلم. فرد الله عليهم بقوله: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء. فإن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءت من عند الله تعالى من السماء، فمن هنا لن يستطيعوا أن يقفوا في وجه النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته إلا إذا أوقفوا هذا النصر من أن ينزل من عند الله تعالى من السماء. وهنا فإذا كان عندهم كيد وعندهم مكر شديد في الوقوف في وجه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كيدهم لن يذهب الغيظ الذي يكون في نفوسهم تجاه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو المراد بهذه الآية الكريمة.